السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من مكان جديد اكتشاف. النهاردة جايبالكو كنز بورسلين اللي هنتفرج عليه ده. النهاردة أسعار أقل من سعر المنشية. عايزة أقول لكم الأسعار بدأ من أول 10 جنيه في البورسلين. هتتفرجوا على حاجات شيك قوي، هتفرح كل البنات وكل الستات كمان اللي عايزة بقى تجيب في بيتها وتغير وكده. ده غير النهاردة عندنا أطقم عليها أسعار تحفة، هتتفرجوا عليها وتحكموا بنفسكم. تعالوا بقى نتفرج ونشوف الاسعار الحلوه دي، بس ما تنسوناش في الدعوه الحلوه واللايك ونبتدي على بركه الله. النهارده جايين نصور من سنتر الطارق للادوات المنزليه والديكور. طيب موجودين فين؟ اول حاجه طبعا احنا في اسكندريه. الشارع اللي احنا فيه ده تقاطع محمد نجيب وملك حفني، الشارع نفسه ده ملك حفني. ادي اللي الناس واقفه عنده هناك، ده شارع محمد نجيب. بتقاطع محمد نجيب من ملك حفني. لو حضرتك جايه من البحر هتنزلي عند محمد نجيب، ممكن تاخدي اي حاجه توصلك لغايه ملك حفني، تمام؟ هتمشي شويه صغيرين جدا هتلاقوا سنتر الطارق، جنبه على طول صيدليه البسمه، مشهوره قوي هنا، تمام؟ ده كده المكان، سهله جدا. احنا في منطقه طبعا سيدي بش، زي ما قلت لكم تقاطع محمد نجيب من ملك حفني. القطر في ظهرنا على فكره، ظهرنا كده القطر، تمام؟ بين محطة فيكتوريا وبين محطة سيدي بش، تمام؟ يلا بينا بقى ندخل. لو جاية من هنا ممكن تنزلي في القطر محطة سيدي بش وترجعي ملك حفني، تمام؟ تعالوا ندخل ونشوف بقى أهم المعروضات والحاجات الحلوة. زي حضرتك عاملة إيه؟ طبعا إحنا النهاردة أول مرة نعمل فيديو جولة في محل الطارق. عايزين، أهلا بحضرتك، عايزين بقى الأسعار الحلوة للمتابعين. نبتدي بايه بقى؟ بالحاجات اللي هي اللي بيحبوها دايما دي، المنظمات. عندنا مثلا ده برطمان ب 22 جنيه. الاثنين برطمان يا جماعه دول ب 22 جنيه، تمام. عندنا كمان التربو ده الاربعه، ايوه ده خمسه ب 60، تمام. حلو قوي. العلب الثلاجه بقى انا شايفاها عندكم الوانها حلوه قوي كتير، وهي كلها سعر واحد 15 جنيه، يعني اي حله العلبه دي 15 ما شاء الله. كمان كبيره برضو نشوفها، اللي هي المربعه دي اللي فوق، اللي هي الكبيره ب 15 جنيه، والثلاثه ب 15، والاثنين ب 15. حلو قوي. الاثنين ازازه دول برضو ب 15. الله ينور. على فكره المكان فيه حاجات كتيره قوي انتوا ممكن تكونوا بتدوروا عليها وبتنزلوا مخصوص المنشيه عشان تجيبوها. زي مثلا احنا قلنا خلاص على البلاستيكات دي، اي حاجه ب 15، تمام. الاطقم بقى الحلوه اللي انا شايفاها دي، دي اركوبات، دي 19 قطعه، تمام. 150 جنيه دول اي واحد فيهم ولا هما بيبقى ميكس؟ لا، اللي عايز ياخد الاثنين ياخدهم، بس هو الطقم ب 650. الطقم كام قطعه؟ 19 قطعه، في منه الاحمر وفي منه الاسود، تمام. 19 قطعه ب 650 جنيه. لسه هجيب لكم بورسلين فرداني دلوقتي تحفه. بصوا ده كمان جماعه، بصوا حلو قوي ده برده. ده طقم اسود شيك جدا، فتحي محمود، تمام. 32 قطعه بقى يعني احنا عاملين عليه عرض، يعني عاملينه دلوقتي ب 1250، تمام. تعالوا بقى شوفوا الالوان الحلوه اللي دايما بتدوروا على فتحي محمود، تمام. حضرتك عامله لهم اكتر من لون، تمام. اصفر، الاصفر ده 18 قطعه، ده ب 500، ده عاملين عليه عرض 500، تمام. ده الاحمر ده 26 قطعه، عاملين عليه عرض عشان متابع القناه 650 بدل 650، مكتوب عليه 670، يبقى 650 ليكم، تمام. وفي اللي هو البيربل شويه ده، ايوه، ده بكام؟ هو كله نفس السعر، نفس السعر ما عدا الاصفر هو اللي اقل منهم عشان هو 18 قطعه، عشان هو 18 قطعه. حلو جدا. ودي اطقم العرايس بقى بتاعت النيش، لو عايزه بقى احنا عاملين سعر يعني مش هتلاقيه خالص في السوق. كام بقى؟ النص طقم ب 1300. نص طقم ب 1300 يعني ستات، ايوه، تمام. الطقم بقى لو خدتيه اتنشرات، ده عاملين عليه عرض ب 2700 الحله بتاعته كلها. ثواني، يعني طقم كامل بالحله 12 قطعه، كل حاجه 12 بكام؟ 2700. انتوا سامعين الرقم؟ تمام. فيش احنا مدام ولا مفيش؟ لو جوه اسكندريه وقريب، لو جوه اسكندريه اوكي، تمام. طبعا عشان الحاجات دي تتكسر مفيش مشاكل. يلا بينا. وهنا بقى عندك اطقم شوربه، تمام. ده الطقم بالستاند ب 260، اربعه بالاطباق بتاعتهم وشكلها متميز والوانها متميزه. وده بالاسانسير دوت، الاسانسير اسمه شوربه اسانسير، ايوه، 235، تمام. وده النوايا الثانيه دي ب 250. طعم القهوه ده مميز جدا، طبق مربع بحيث ان انت ممكن تحطي فيه شوكولاته او حاجه جنب القهوه، 245، تمام. ده برده زيه، وده 175 بالستاند، تمام. 6 مج بالستاند، تمام. تعالي بقى نشوف حاجات العروسه، البونبونيره، طبق الفاكهه، عاملين ايه بقى العروض اللي عليها؟
عاملين عروض. بصي هي اولا في كل الانواع من المسطح للمسطح اللي هو الكريستال. أيوة. المسطح تمام. لكله بقى اللي هو العادي اللي بتاع الفاكهه دوت موجود اهو. واي حد برضو يعني لو عايز تعرفي اي سعر اقوله لك. اللي مثلا دي 175 دي طبق فاكهه برضو كريستال مستورد مش مصري. كريستال مستورد مش مصري. تمام حلو قوي. عندنا برضو بتاع الجيلي ده الايس كريم او الجيلي. عندنا الطقم ده دوت عاملينه ب 360 جنيه. بصوا يا جماعه طقم الشربات ده برضو 145 تمام عشان المناسبات بقى والحاجات اللي زي دي. والخشاب دوت 275 كريستال ست يعني ست قطع البوله وهم سته لا يبقى سبع قطع. ايوه 275 تمام. الطعام يا جماعه اللي هم العلب الثلاث فوق بعض دي 385 والكنكه دي عاملينها لمتابعي القناه 115 115 ده غير بقى اطقم الشوربه اللي احنا شايفينها. الاسعار النهارده تحفه بمناسبه الافتتاح. وعندنا برادات تركي تمام الصغير 250 والكبير 270 والجرانيت هنا لبانة جرانيت تركي 270 عايزه اقول لكم كمان دي ترامس دي صح؟ بكام الترمس ده؟ الترمس شكله جديد. لا ده حل يعني تعرف حضرتك ده تلاجه وترمس مع بعض. لا لا لازم نعرف. ده بقى اختراع لوحده. ده عباره يعني مش ترمس يسخن بس ده كمان يسقع. دي حاجه جديده مدام ده طبعا. وده بكام قلنا؟ ب 210 ايوه تمام. دي اسعار 3 شهور فاتوا. اسعار من 3 شهور فاتوا يعني اسعار زمان قبل ما يغلى الدولار بقى وربنا يعيننا ان شاء الله. تعالوا بقى نشوف. استلس بالقطعه حلو قوي يعني المصفى دي ده جيب 65 ايوه نعلى 10 جنيه كل ما الحجم يعلى بنعلى 10 جنيه 75 تمام. في الاطباق الفرداني بس الاطباق دي درجه تانية فرز تاني تمام. في ب 15 جنيه وفي ب 20 جنيه عشان الناس اللي عايزه برضو تشتري الفرداني. وعندي طاجن الفرن ده اللي بيدخل عندنا طاجن الفرن كمان ده بيخش الفرن ب 45 جنيه الومنيوم بقى بيتزا. صواني مستطيله مدوره موجوده اهي زي ما احنا شايفين. طيب بتاعت الكريب $250 اهي ايوه والوك ده الكبير ب 400 والصغير 375 تمام. ده غير طبعا مجموعه الرفايع اللي موجوده متوفره برده كل انواع الرفايع. ده طقم مميز جدا اسمه ايه؟ ده زنك جرانيت تمام عشان هو من جوه جرانيت ومن بره زنك تمام. ده عرض جميل جدا عامل 2950 الموديل اللي هو المربع ده ايوه ده معمول عليه خصم صح؟ طبعا ايوه. وبعدين ده اربع حلل وجريل وبراد حلو جدا تمام. وبعدين في عندنا بقى الطقم ده. طب هو ده بكام احنا ما قلناش؟ ده 2950 لمتابعي القناه في مخ في خصم طبعا. طب تمام حلو جدا. وده برده تركي ده جرانيت طقم الادهم حلو قوي ده ب 1900 كم قطعة ده؟ أربع حلل وجريل. عندنا بقى فرداني يعني ممكن أشتري حلة لوحدي. تيجي واحدة تقول لي مثلا أنا مش عروسة أنا عايزة نفسي في الجريل حلة بصي دي عاملينها دي ب 325 بصوا يا جماعة حلة لوحدها ب 325 ده جرانيت كوري حلو قوي في كل المقاسات. بجيب لكم كل حاجة أهو السيراميك أيوه برضه السيراميك ده برضه مستورد خلينا نجيب 250 واللي فوق عجبنا ب 300 تمام زي الفل. وعندنا تيفال برضو فرداني تيفال ده ده 195 الحجم ده واللي بعد منها 225 تمام. عندنا برضو حاجات جرانيت اللي هي بتاعت الكيكه ايوه 225 في الحجم الصغير وفي الحجم الاكبر 185 225 تمام اوكي. مدام الطقم ده في منه الوان ولا هو اللون ده بس؟ لا هو اخر واحد عندي اخر واحد عشان كده معمول عليه عرض. تعالوا ندخل بقى بيخلص بسرعه تمام. بصوا بقى بولات الشوربه اشكال والوان بالراحه بقى. بصوا دي اي قطعه فيها ب 30 ايوه الشكل ده في الشكل الاملس ده وفي الشكل اللي هو المخطط شويه زي ما احنا شايفين البوله اهي وكمان المج ب 30 دي ايه بقى دي ان شاء الله؟ دي بتدخل الفرن ايوه دي طاجن بالغطا بتاعها عسل قوي 50 اللي من غير غطا ب 40 زي الفل تمام. وبصي حضرتك هنا بقى كل دي حاجات بتدخل طواجن الفرن. بتدخل الفرن بصي على حسب مقاساتها كده 80 100
ده 55 جي 110 جي 90 60 70 ومتابعي القناه برده يقولوا لي تبع مدام منى. حلوه قوي الخصم الثاني خالص اول ما تيجوا كلمه السر انتوا عارفينها مدام منى. بصي حضرتك دي بقى كوبايات مصري برده في متناول الجميع، يعني احنا عاملين الثلاثه دول ب 18 تمام دول اعلى شويه ب 50 53 هنا 6 ب 20 هنا 6 ب 30 هنا 6 ب 30 بتاعت الميه والبرادات اللي فوق برده اللي هي البورسلين دي اجيب كل ده بيتحط على النار ب 50 جنيه يا بنات. بصوا الشياكه هنا دوت الطبق بالفنجان هنعمله ب 30 جنيه هنعمله ب 30 تمام. بصوا يا جماعه الفنجان لوحده ب 25 انما احنا هنعمل لكم الاثنين ب 30 جنيه بالطبق بتاعه تمام. بصوا برده ده ب 35 بالطبق ده ده اللي هو الشوربه في شكل كده وفي شكل كده. استنيني بقى امال ده ايه دي بقى ده صوصات دي ولا سوصات. ايه يعني بتحط فيها صوصات على حسب قوي. الوانه ب 20 الواحده حاجات كده صوصات جميله قوي في منها كذا لون وفي كمان دي كريم كراميل فرجتكم على الحاجات البورسلين اللي بتحبوها. تعالوا بقى دي 55 كمان ودي 60 كل الحاجات دي بتدخل الفرن طبعا ايوه وده 70 تمام وده 70 وتحت خالص البوله اللي تحت خالص دي عشان دي متميزه برده ب 80 ب 80 شكلها مميز فعلا تمام حلو جدا في خصومات لمدام ربنا يبارك لك. انا حاسه ان البورسلين ارخص من المنشاه وهنا عندنا اطباق تقديم يعني الطبق ده بتاع والطبق ده ب 40 ده ب 40 وده ب 70 ده بتاع تقديم السفره الكميات الكبيره تمام طبق ب 70 ده بكام 70 الفوشيا وفي منه وفي منه اللون الفوشيا كمان يا جماعه تحفه قوي. بصوا يا جماعه ده بقى الفوشيا كمان بتاعه ب 70 جنيه الله ينور يا مدام. ده طقم 26 قطعه ب 780 780 26 قطعه اركوبال تمام. وهنا عندنا بقى حاجات استانلس فردوني تمام ب 95 ايوه دي ب 120 وده برده ب 110 الاسعار دي من الاخر الله ينور. لا دي سوري دي 160 الكبيره دي تمام 160 تمام. وهنا ده طقم ثلاث قطع ايوه عاملينه ب 450 450 ثلاث قطع حلو جدا تمام. صواني بيتزا بتبتدي من كام؟ هجيب لك الطقم اوكي ماشي. بصوا يا جماعه بدايه من 35 صواني البيتزا زي ما احنا شايفين كده وعندنا الاكبر ده بكام؟ 55 65 من اول 35 صواني البيتزا تمام اهو ده شكل كبير خالص تمام يا فندم. اركوبيل فرداني ب 17 جنيه طبعا طبق القمر دي ب 17 جنيه اركوبيل شكله شيك قوي الكريز ده وده ب 15 جنيه طبق 15 ده هو فيه تمويجه كده تمام. وده فتحي محمود ده ايوه ب 25 جنيه 25 جنيه تمام. وده ب 30 جنيه فتحي محمود برده تمام. وده برده 30 30 والبوله وده 30 30 وده 30 برده ايوه الكبير الغويط بتاعه 35 الكبير الاكبر ب 35 جنيه تمام. عندنا بقى هنا الاطباق المسطحه بتبدا من 20 جنيه الطبق ايوه كل ده فتحي محمود حضرتك تمام. وبعدين الاكبر منه 30 ايوه 25 يعني 20 25 30 اكبر واحد اللي هو ده اكبر واحد 30 تمام. يلا بينا نشوف اللي بعده دي طواجن ام علي ده ب 30 جنيه في منه مسطح وفي منه الغويط ده عسل قوي بس هي لونه شياكه ازاي جميل جدا. والبولة دي زي ما احنا قلنا بكام 55 ودي دي ب 40 ايوه 40 عايزه بقى تعملي حاجه بقى لفلفه كده بقلب ب 40 جنيه يا بلاش دي ب 55 دي التفاحه دي ب 55 وفي القلب برده ب 55 نفس السعر وده طبق البيض طبق البيض ب 35 تمام. ودي 55 ودي فيها ايه بقى دي يعني ممكن كشكل كده كفاكهه كفروت سلطه كده ودي برده بيتحط ورقه الشجر دي سواء سلطه او فواكه تمام دي ب 70 جنيه ب 70 جنيه تمام. عندنا اطقم بقى كامله للشاي زي الحاجات دي حضرتك قولي لنا عليها ده طقم الشاي ده عامل 350 جنيه تمام. وده طقم القهوه عامل 280 جنيه ايوه بس شكله ستات ده مش كده شوفي شكله مميز ازاي شكله مميز فعلا
ودوت طقم اركوبيل عاملينه ب 200 جنيه 200 في منه لونين الازرق وال والجي على الاورنج. الحاجات العسل دي بقى كلها بتحط فيها صوصات بتبدا من 10 جنيه 10 ابيض من 10 ل 12 جنيه ونص. ايه الجمال ده؟ بصوا يا جماعه هيتحط برضو على السفره يخلي انا احب الحاجات الحلوه الصغيره دي ب 10 جنيه وفينا ب 5 جنيه 10 و 12 سوري 10 و 12 تمام انا بسمع غلط الايام دي ادي 15 اهو تمام استنى عشان اوريكم الحاجات دي. بصوا الجمال ب 10 جنيه الواحده تحطي بقى تعملي كده مجموعه تحطي بقى السوسات للولاد تفتح نفسهم على الاكل حلو جدا. هنا بقى كاسات اللي هي الاماراتي 95 الكاسات الاماراتي دي وهنا دي كوبايات تركي ب 220 على تمام. حسب اشكالها والوانها حلو قوي وهنا برضو الكاسات دي ب 220 220 دي كاسات تركي برضو كل موديل الموديلات دي كلها عندنا تحفه طبعا حاجات جميله قوي. تعالى اوريكم حاجات ودي كمان كوبايات مستورده دي كلها مستورده دي السته ب 120 السته ب 120 تمام تمام وعندنا جرانيت بقى للعرايس هنا دول ثلاث طاسات ايوه متميزين جدا بكام بقى دول؟ دول ب 720 720 ودول برده صواني مستطيله الاثنين ايوه ب 600 ب 600 الاثنين دول تمام والمج ميكي ده الاثنين ب 40 الاثنين ب 40 ولو حد عايز ياخد واحد ب 20 مش مشكله تمام ودي برده هنا دي صواني ثلاث صواني برده دول عاملين 720 720 جنيه دول بقى يعني جرانيت اصلي يعني حاجه انا كمان شلتهم حاجه محترمه لا زي الفل اكتشفنا مكان تحفه بجد السيليكون دي عشان بقى اللي جايب طقم جرانيت خايف عليه فدي اللي عاملينهم من 6 225 بالستاند بتاعهم بالالوان الحلوه المبهجه دي تعالى اوريكم بقى عندهم اطقم بهارات دلوقتي تحفه اطقم البهارات تحفه ده كام يا مدام؟ ده 225 225 12 قطعه ده ولا قد ايه؟ 12 6 قدام و6 ورا تمام عندنا بقى البتاع التحفه ده ده اكليريك ده بيتحط على الرخامه في كل الحاجات الضروره اللي فلفل اسود كمون شطه كزبره وبياخدش مساحه لا تمام لا خالص جنب منك ده اسمه برج كده هو ده بكام البرج ده؟ ده ب 110 ب 110 عندنا الطقم الثلاثه دول اللي هم الجور دول حلوين قوي ب 70 جنيه ب 70 جنيه وفي منه الابيض والازرق الازرق بس اللي هو البرج لا في الابيض والازرق بس دول تمام ودول اماراتي طقم اماراتي ثلاث قطع ازاز تمام 275 275 عندي طقم بقى حلو جدا اللي هو الستانلس ده اربع قطع ايوه يعني ياخد بقى الحاجات الضروريه اللي هو الشاي والسكر وقهوه وكده ونسكافيه ده عامل 185 متابعي القناه لمتابعي القناه بكام؟ 175 طقم ده ولا اي حاجه تبوظ ولا اوعى وشك على طول دي بقى حاجات للملاحه ب 17 جنيه الواحده الملاحه ب 17 جنيه حلو قوي وده طقم بيتحط على ترابيزه السفره وفي بقى كل الحاجات الضروريه 175 بصوا في كل بقى الشوك والمعالق والسكاكين كل حاجه 175 بالستاند تمام زي الفل فتح واتقفل دي ايوه 185 150 واحده قلب واحده مدوره واحده مستطيله متشكلين تمام حلو قوي ده طبق اللي هو اللي بيتحط فيه تسالي تسالي اللي هو اتنين دور ودي النشابه اللي هي الجديده دي بكام النشابه دي؟ ب 15 جنيه ب 15 جنيه ودي حلوة. طبعا من اللي هي الجريل المستورده دي ايوه ب 520 انا عايزه بقى اشوف المجات الحلوه دي عندنا مجات متميزه جدا بصوا المج ده على فكره احنا ممكن هنا نعمل طقم كده حلو لو نسقنا كده مع بعض طبعا بكام ده يا مريم؟ ده ب 40 ب 40 تمام والدوت برده من الكافيه ده لا ده ب 40 والتاني ب 40 زيه ب 40 اسود وده ب 40 الكبير والصغير ب 35 تمام وده ب 30 ده اللي هو المج ده ب 30 وفي ب 25 على فكره في ب 25 دوت وده ب 25 ده الابيض ده ب 25 الكبير ب 40 وده شكله 25 ما شاء الله ودي بتاعت الشوربه وفي منها الرز وفي منها اللبن تمام حلو جدا الله ينور تمام تمام وفي ده ب 30 حاجه الشوربه دي ب 30 حلو قوي المطبخ بتاعت الحوض بقى كل الرفايع موجوده امال دي ايه؟ دي قشره بطاطس تركي بكام دي؟ ب 15 ب 15 وتركي يا جماعه تمام الله ينور ايه ده انا اللي دي الفرش برضو اللي هي بتنضفي بيها في المطبخ بقى الحاجات الضروري برضو ب 15 ممكن دي تنفع للبوتاجاز كمان تبقى لكل الحاجات بقى اللي بتقابلك في المطبخ تمام يعني برضو من السفره ب 70 جنيه السيرفيس سواء مستطيل او مربى ب 70 جنيه وفي اسمها ايه السكريه دي ب 25
تمام. كريستال حلو. وعندنا هنا السواني السيراميك ده طقم متميز جدا 175. 175 تمام. بصي حضرتك في سكاكين وفي فتاحه وفي مقص تمام زي الفل. عملنا لكم موجوده حاجات يعني المنتجات الدهان. بصوا يا جماعه كل حاجه العروسه عايزاها هتلاقيها. الكنك انا عايزه اشوف الاجهزه كمان لو في اجهزه. مضرب البيض التركي ده ده متميز جدا وعاملين عليه سعر كويس قوي 275. 275 والهاند بلندر. والهاند بلندر ده بالكوبايه بتاعته عامل 360. 360 جنيه تمام. الكاتل ده ستانلس ايوه اللي هو لتر ونص عامل 120. ايوه اللتر و8 عامل 140. واللي هو لونه ابيض ده ده عامل 275 تمام. واللي جنبه البايركس 295 تمام. وفي خلاط يا جماعه ب فريش اتنين مطحنه وشفشه وشفشه عامل 550. ودي كبه يدوي عامله 110 تمام. ودي كبه تركي متميزه عامله 295 تمام. وبرده الثانيه اكبر منها شويه عامله 350. حلوه قوي. عايزه اقول لكم كل الاسعار اللي قلنا لكم عليها دي اسعار يعني مش هتلاقوها لان الاسعار دي القديمه تمام. قبل ما نختم كده يا جماعه بكام سنه البيتزا؟ ب 60 جنيه عشان تدخلها الهواء ان البيتزا بتبقى محتاجه هواء بالظبط. تمام. بشكرك على الجوله الجميله دي. انا بشكرك وشرفتيني ونورتيني. الله يخليك. عايزين بقى نعرف مواعيد العمل عشان الناس لو عايزه تيجي لحضرتك هنا. بنفتح من 11 ونص لغايه الساعه 9 ونص بالليل. كل يوم ما عدا؟ ما عدا يوم الاحد والجمعه بنفتح من الصبح من بعد الصلاه كده لغايه الساعه 5. يعني الاجازه يوم الاحد. يوم الجمعة فاتحين بس طبعا بعد الصلاة. نص يوم. تمام. شكرا. شرفتيني يا مدام. الله يخليك. شرف ليا. ومتابعي القناة ليهم خصم خاص على يومي بس مدام. ماشي. متشكرين جدا. نورتيني وشرفتيني.